كثير من الامهات بيشتكوا انه ابني صاير عدواني او عم يتصرف بطريقه غريبه، ما عم بقدر سيطر عليه، عم تكثر الشكاوي عليه من المدرسه وايضا من رفقاته او اقربائه. اليوم رح نحكي اكثر عن هذا السلوك يا رشا، شو رايك فيه؟ اكيد اليوم هو شائع، خلينا نقول، وعم نشوفه بكثره عند الاطفال بهذا الوقت. يمكن ايضا يعني خلينا نقول اليوم ضيفتنا عم تقول انه ايضا الوراثه بتلعب دور كثير كبير. ما بدنا ننسى اكيد عدم متابعه الاهل لهذا الطفل، هذا التصرف العدواني. اليوم نحن كيف قادرين نقوم هذا السلوك؟ شو هي الأسباب اللي بتأدي له؟ هل نحن اللي اليوم عن جد قادرين نخلق طفل سوي بدون عدوانية؟ ما بنعرف. معلومات كثير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية التربوية ريما جحشاح. يسعد صباحك يا ريما. صباح سهلة بحضرتك. صباحكم إن شاء الله. يسعد صباحك دكتورة. خلينا نحكي اليوم عن أهم المشاكل السلوكية اللي بيعانوا منها الأطفال وخصوصا مشكلة العدوانية. تمام. هلا نحن بدنا نسلط الضوء، شو يعني السلوك؟ شو يعني السلوك اللي بتصرفه الطفل؟ يا هل ترى هو سلوك إيجابي ولا سلوك سلبي؟ وممكن نحن نشوف السلوك عند الأهل، هني بيشوفوه إيجابي ولا سلبي؟ حضرتك بتشوفي السلوك إيجابي، أنا بشوفه سلبي، فكيف بدي أتعامل مع الطفل؟ في أطفال طبعا عندهم قدرات إبداعية مختلفة، تختلف من طفل لآخر. طريقة التعامل في المنزل، طريقة تعامل بالبيئة الخارجية، ومثل ما حكيتي حضرتك بداية المورث. نحن بنحكي دائما انه هي كفة ميزان، عندنا البيئة وعندنا الجينات. التربية هي اللي بتلعب دور بحيث انه تعزز البيئة وترفع كفة الميزان للأعلى. نحن إذا ما اشتغلنا على الطفل وما اشتغلنا على المورثات، على الشيء الموجود عنده، عم نخلي كفة المورثات هي اللي تغلب. المورثات يعني الجينات اللي أخذها وراثية عن الأب عن الأم عن الجد عن الست، أخذ منهم تفاصيل معينة. بالنسبة لنا نحن إذا بدنا نحكي بالنسبة للسلوك، سلوك الطفل، في عنا سلوك عدواني وفي عنا سلوك إيجابي، يعني أنت حسب ما بتشوفي حضرتك. طيب اليوم وقت عم نقول العدواني، خلينا يعني كمان هيك نركز على هي الكلمة. اليوم الطفل العدواني شو بيتصرف؟ اليوم عم تقصدي العدائية مع أصدقائه، نوبات الغضب، التعصيب، العناد، أو لا اليوم في شيء بيميز العدواني عند الطفل؟ إحنا قبل ما بدنا نحكي ونعرف شو هو، نعرف شو هو العدواني وشو سبب العدواني لحتى نعرف الطفل شو التصرفات اللي عم يتصرفها. العدوانية هي سلوك خاطئ بتصرف الطفل. عدوان ممكن يكون لفظي، ممكن عن طريق الضرب، ممكن عن طريق الصراخ. أما السلوكيات اللي بتصرف الطفل هي اللي بدنا نميزها بدنا نشتغل عليها. ذكرتي حضرتك أنه بالجينات أو المورثات ممكن يكون الطفل عدواني، لكن اليوم في أطفال بيكونوا هادين وفجأة بتصير تصرفاتهم غريبة، هون اليوم شو بتكون هي الأسباب؟ في عنا أكثر من سبب. بالمنزل بداية هو الأسباب الأولى الضرب، الصراخ، طريقة تعامل الأب والأم ضمن البيئة الأولى. نحن قبل ما ننتقل للبيئة الثانية اللي هي بيئة الروضة أو بيئة الأقران الخارجية. أما في المنزل ممكن نحن يكون في تمييز بينه وبين أخوه، نحن عنا عقدة الوسط، ممكن في الطفل بيجي مثلا يكون هو مدلل كثير او الطفل الاول بيجي الطفل الثاني، فهون بيصير التمييز، هي الغيره. في عنا الكلام البذيء اللي بيصدر عن الطفل، هو اللي بيقول لك انه انا طفل عدواني. الطفل اللي بيضرب بيقول لك انا طفل عدواني. شو السبب؟ السبب بيكون البيئه الاساسيه اللي هي بيئه المنزل، الاب الام، طريقه التعامل، طريقه التواصل بيناتهم. طيب اليوم هيك خلينا نحكي اليوم عن كونه عم نذكر ونركز على موضوع البيئه والبيت المدرسه وكل المجتمع اللي حوالين هذا الطفل، في معامله خاصه لهذا الطفل المفروض تكون لنقوم هذا السلوك؟ تمام. هلا نحن بنحط خطه بدايه، خلينا نحط خطه خلينا. بس لا نحن يعني دراسه حاله، بدنا نعرف الطفل البيئة اللي هو عايش فيها، بيئة المنزل، وبعدين ننتقل للأقران، مين موجود معه. يا هل ترى نحن دائما بركز على موضوع الدلال ونسبة الدلال، نحن كلنا بندلل أطفالنا، بس يا هل ترى الدلال بيكون نسبته مرتفعة أو منخفضة؟ ممكن هلا يجينا حدا يقول لنا طيب أنا ما فيني أمنع شيء ابني طلبه. نحن ما عم نقول إنه نمنع، لكن ليس كل ما يطلب يطاع. فالطفل لما بتعطيه كل شيء وفجأة وقفتي أو لسبب معين صار معك عارض، فهون الطفل بده يعبر بسلوك. تجيني أم بتقلي ابني عدواني، لا احنا ما بنقدر نعرفها هيك، ونحن ما بنقدر نقول، احنا بدنا نعرف انت كيف تصرفتي معه. انت على شو؟ مثال، احنا رحنا لمكان، رحنا لمحل، فانا لازم بدايه نكون متفاهله. نحن ما عم نحكي بايجابيه كثير،
يعني نحن مجتمعنا معروف وواضح كيف نحن عم نربي أطفالنا، لكن نحن نتفق على موضوع لما نحن نروح لمكان تلاحظي إنه الأطفال بدي هاي بدي هاي بدي هاي، فهون الطفل لما بتعطيه اللي بده إياه كيف بيعبر؟ إما بالضرب، إما بالصراخ، إما بالشد، إما بكسر الأشياء. فرأساً الأم بتقلك ابني لا يطاق، سلوكه صعب، ابني لا يطاق، ابني ما بقدر أتعامل معه. طيب شو السبب؟ سبب أنت بالأساس مالك حاطة خطة، مالك حاطة برنامج، مالك مقطرة سلوكه للطفل. فالمطلوب نحن نقطر سلوكه. كيف؟ نحن نعطيه قواعد، لازم قواعد نلتزم فيها. بس ما بقدر أنا ألتزم بالقواعد إذا الطفل ما إذا بالبيت ماني ملتزمة فيها. أنا بطلب منك تشيل الموبايل من إيدك كطفل، وأنا كأم ماسكي أو كأب ماسكي الموبايل، فهذا خطأ. نحن كمان بدنا نراقب موضوع كتير كتير مهم، غير إنه نحن ما نعطيه اللي بده إياه، نراقب ابننا شو عم يتابع، ابننا كيف عم يتربي. هل ترى بس أنا المربي أنا والأب، أما في حدا دخيل علينا عم يربي معنا؟ نحن دائما منحذر من موضوع الموبايلات والسوشيال ميديا على شو عم يتفرجوا الأطفال. عم يتفرجوا على عادات سلوكية مختلفة عن عاداتنا، عم يتفرجوا على برامج مختلفة عن بيئتنا، عم يشوفوا أطفال عم بيعملوا أساليب عدوانية. فالطفل بطبعه مقلد. أنا لما بتقولي لي بتجي الأم لعندي بسألها أكثر من سؤال، يا هل ترى في ضرب بالبيت؟ بتقولي لا. طب الأب بيصرخ؟ بتقولي لا. بتقولي أنت كيف تتعاملي؟ بتحكي لي مثلا. فعلا في إيجابية جميلة جدا. في سؤال اللي احنا بنحطه ضمن قوس وهذا مهم جدا ممكن أنت ما تنتبهي له، ابنك بيتفرج على الموبايل؟ بتقولي إيه. طب على شو عم يتفرج؟ أطفال كرتون؟ لا، ما بدي يكون هي السلبية. أنا كأم، أنا المربية، أنا الأم، أنا المعلم الأول، فلازم راقب ابني عشان عم يتفرج. حتى الألعاب اليوم عم تحمل عنف يعني طبعاً. يعني نحن على دورنا كان توم وجيري مهضوم كتير، هلأ النسخة الحديثة عم نشوف عم بتكون فيها أساليب كتير الطفل يقدر يقلدها، عم تعمل عدوانية. فهل ترى هذا العدوانية هو السلوك مثل ما قلتي حضرتك مورثات لما مكتسب؟ أنا بتجي هيك هو اكتساب، لكن نحن حكينا انه الجينات بتاثر على هذا الموضوع، بحيث انه انا كأم كمربي ما اشتغلت شيء، ما عززت البيئه اللي حواليه، وما علمت الطفل الاساليب التربويه السليمه والصحيحه. تمام هيك. يعني اليوم الجوالات للاسف عم ياخذوا اكثر وقت اولادنا، حتى بتلاقي باعمار صغيره لسه ما بيفتح الولد على الجوال، وهذا تمام. اكيد نحن يعني سلوك خاطئ. تمام. يعني هذا سلوك خاطئ، ودائما بنركز عليه باي محاضره باي اجتماع مع الاهالي باي شيء. نتمنى انه يكون عندنا الوعي ذاتي، نحن نكون مربيين. يعني لاحظي ما عاد في تواصل اجتماعي بينه وبين اطفالنا، ما عم نعرف شو عم يواجهون. نحن حكينا عن بيئه المنزل، هلا ممكن يجي حدا يقول لنا انه كله المنزل لما ننتقل، لا، في عندنا البيئة الخارجية، بدنا ننتقل التعامل مع الأقران، بدنا نشوف يا هل ترى في تنمر، بدنا نشوف كيف تعامل المعلم داخل البيئة الصفية، كل هاي القصص بدنا نعملها دراسة لنشوف الطفل لشو عم يتعرض. ممكن تجيني أم إنه أنا ابني عم يتصرف هيك، ابني عنده انطوائية، ابني بينزوي، ابني عنده تبول لا إرادي، ابني عنده كلام بذيء، عنده كذب، عنده صراخ، هي كلها أول بداية الدلال. وهي مسبباته بتجي النتيجة، فمن آثارها العدوانية. طيب اليوم هذا الطفل يمكن بحاجة ليكون عنده ثقة بنفسه أكبر من المحيط وخاصة من العائلة. اليوم مثل ما بيقولوا نحن ككبار الكلمة الحلوة بتداوينا، يعني بترفع من معنوياتنا. قد اليوم المديح مهم بحياة الطفل، ولكن بعيدا عن الدلال، المديح على إنجازاته وعلى نشاطاته. تماما. هلا هيك حطيتينا يعني بجواب يعني لحاله جايب حاله. شلون الطفل اذا انا ابتعدت عن الدلال ومدحته بعطيه ثقه بنفسه، بيكون له تواجد، بيكون له شخصيته. مثلا نحن بالبيت مجرد انه انا اعتمد على ابني واقول له وصال جيب لي ربطه الخبز مثلا، اكيد بيعمر اوعى، نحن حكينا بالمراحل المتقدمه. انا اعتمدت عليه اعطيته مهمات داخل المنزل. هذا الخطه اللي كنا عم نحكي عنها حضرتك، حكينا بالمقدمه بدايه انه نحن بنحط الخطوات اللي بدنا نتبعها، الخطه اللي بنمشي عليها المتبعه داخل المنزل، وبعدين تنتقل الى خارج المنزل. في مهمات ترتيب
انتي بالغرفة، المسؤوليات الموجودة بالبيت، انا بعتمد عليك، انت مسؤول عن اذا في عنا عمر اصغر، او حتى ممكن اعتمد عليك بجيبة الاغراض، تدريس اخوك الاصغر، او حتى طريقة اللعب معه لحتى نحن نبتعد عن العدائية، او انه هذا الغرض الي ولا الغرض الك، او نكسر الاشياء. هي مهمة جدا. بعدين انتقل للبيئة المدرسة، والمهمة والطريقة التعزيز الإيجابي ما يكون تعزيز سلبي، ونحن بنعتمد دائما التعزيز اللفظي، يعني نحن بنعطي كلمات إيجابية، انت شاطر، برافو عليك، أحسنت يا بطل. بس بدي أكد على موضوع نحن يكون التعزيز الإيجابي لفظي، ولما بيصير أخذ أكثر من نجمة طفل أو أكثر من سنة، فياريت ننتقل للتعزيز أنه يكون شيء معنوي. تمام معنى، بس شيء ضمن المعقول، يعني ما يكون شيء، لأنه نحن إذا عودنا الطفل دائما أنه أنت برافو، أنت أحسنت، أنا اليوم جبت لك بنبون، ثاني نهار بفوت معي على المحل البنبون أنا بكون نسياني، ما جبت له شيء أو ما عطيته، فهون الطفل ببلش بيصير لا، وحتى بيصير عنده جواته غضب. فكيف بدي أعبر عن هذا الغضب لحتى ينبهك أنه أنت ما جبتي لي الشيء اللي معودتيني عليه؟ فهي العادي، هي كله ما يطلب يطاع اللي حكينا عليه بداية. فياريت يكون أنه دائما ضمن المعقول وما نزيد عن الحد اللي نحن معتادينه، ومو أي شيء الطفل بيساوي. أنا واجبي أنه يروح على المدرسة، واجبي أني أدرس، واجبي أني أجيب علامات. بين فترة وأخرى التعزيز أنه أنا سعيد جدا أن أنت عم تأنجز، بس أنا كل ما راح طفل على المدرسة، يعني أنا من يومين إجا أب طفلي عندي جايب لي لعبة، ممكن تعطيها؟ أنا وعدتها إذا أجت على الروضة بدي أعطيها لعبة، هذا خاطئ. لا، رفضت ورجعت له اللعبة، قلت له لا. لازم تعتاد انه هي هذا واجب، مثل ما انا واجبي اني اروح على شغلي وانت واجبك تروح على شغلك، لازم تزرع هي نبتة، عم نزرع كثير شغلات داخل الطفل. فيا ريت ما نطلع عن القواعد والادبيات اللي نحن متعودين عليها مع الاطفال. تماما، ذكرنا اليوم كثير عن مراحل الطفوله، خلينا نحكي شوي عن مراحل المراهقه. في كثير بمراحل المراهقه بيتعرضوا لهي القصص او بتصير كمان تصرفاتهم غريبه، لكن اليوم التعامل مع المراهق صعب. شو هي مهارات اليوم التواصل مع المراهق؟ الحوار. نحن لازم نكون رفقات بداية، بس من الحوار ما يكون زايد عن حد، ولازم يكون في خطوط حمر. لما أنا بكون أم وعندي بنتي طفلي مراهقة، لازم أنا يكون في خطوط حمر بينه وبينه، لأنه الطفل ما بيعرف حاله أنه هو عم يتمادى. لا، بيتعامل معك على كتر الحوار، بيتعامل معك أنه أنت رفيقة، كيف بيحكي مع رفيقته، كيف بتحكي مع رفيقة. فهي هون في الحدود، الخطوط الحمر بيتخطاها، ممكن تزيد بالمزح، ممكن يحكي كلمة ما بيصير. فأنا هون ما بسكت على الكلمة اللي قالها، لا، حتى لو أنا أمي بنتي رفيقتها وكل شيء في أسرار مع بعض، بس إذا زادت عن حدها ياريت نحن كأمهات نوقف. أنت ما عم تأذيها عاطفيا، بس لازم تنتبه ويكون عنده حدود المراهق. انتبه أنا ماما، انتبه أنا بابا، هذا خطأ، ما بصير تتحاور معي بهي الطريقة. لازم يكون في إليك حدود الاحترام. طبعا أنا ما عم بحكي بمثاليات، لا، نحن لازم نطبق هذا الشيء، نحن جيل واعي، وأكيد نحن كتربية قديمة إذا نرجع لأبهاتنا وأمهاتنا في هيك قواعد كانت تيجي بعفوية منهم. اليوم تغيرت هي بسبب السوشيال ميديا، بسبب أنه أنت، وحتى نحن ظروف اللي نحطينا فيها، أنا ما بدي لومك ولا تلوميني، نحن ظروف اللي نحطينا فيها صعبة كتير. صحيح. فدائما عندنا خوف وقلق على طفلنا، أنت لا تشعري بالأمان، فكيف أنا بدي أعطي وبس الأمان لطفلي؟ صحيح. ولا للمراهق. أنا هلأ طفلي مراهق بيروح بيطلع مشوار، حقه يطلع هو ورفيقه، أنت بتضلي قلقة لحتى يرجع، وبيرجع وبيلاحظ القلق. ولا تنسي كم تليفون بده يقيله وهو قاعد، فانت ماما تركيني اخذ حريه، اعطيني مساحه. صحيح. طيب بس نحن قلق عندنا طبيعي، هذا الخوف اجباري يعني. بس نحن اليوم عم تحكي على موضوع الحوار، اليوم هي ايضا عادي، يعني هي من منشا الطفل، انت عودتي طفلك تماما على هذا الحوار. نحن اليوم ما فينا اليوم كمان طفل، خلينا نقول او مراهق بعمر 13 14 سنه فجاه نجي بدنا نحاوره، ما هو ما عنده هاي العاده. اكيد في لا، في خلينا نقول اذا كان هذا ما موجود الحوار، ما عنده حوار ولا عنده شيء، اليوم ممكن يكون التعامل معه جدا صعب. يعني هل اليوم العقاب ممكن يجيب نتيجه؟ هل ممكن مع الطفل المراهق؟ طبعا ابدا. طيب اليوم شو البديل كونه نحن ما نعوضه على الحوار؟ يعني هلا البديل انه انا احط الخطه تبعي ورمم الخطا اللي ارتكبته بالصغر.
يعني انا في ترمم بعد هالسنوات بتترمم لما انا بصاحب ابني. في مثل بيقولنا على طول، كانت ماما دائما تقول لي كل ما كبر ابنك خاوي. فانت اذا بدك دائما تضلي معصبه وبدك تضلي تخانقي وكلمتك بدها تتنفذ، ابنك بده يعاندك. هذا الطفل بنظره هذا المراهق انه انا الصح وانت الخطا، لانه تركيني جرب. فانا لما بيجي لعند الطفل وبقول له انه انت هي الخطوات اللي انت لازم تتبعها، بس لازم تعرف الخطا من الصواب. فانا هون حطيت ابني قدام خيارات. طبعا لما بتكون المشكله كبيره انا بدي اتدخل، بس لما بتكون مشكله صغيره بينه وبين صديق، يا ريت نتركه يكون واثق من نفسه، يا ريت نتركه يحل مشاكله لحاله. بس نحن دائما بدها تكون عندنا قواعد. ما فيني اقول اني تركت ابني مراهق ووصل لعمر 13 سنه وانا واقفه متكتفه وعم اتفرج عليه وانا ماني عاطيته القواعد الاساسيه. لازم اتدخل، لازم نحن دائما بنقول لهم بعمر 5 سنوات، بعد 5 سنوات ما عاد يمشي الحال. لا، بعمر المراهقه اذا تدخلتي وصاحبتي ابنك وحطيتي قواعد ومشيتي انت وياه، لا يمنع انا كاب اطلع كل مره بالاسبوع العب كره قدم مع ابني، اطلع مع رفقاته، اطلع وشوف رفقاته هني مع بعض. هذا لا يمنع. لكن كثير في مراهقين بنلاحظ اليوم ببعدوا عن الام، يعني بس أكيد. لانه بيخبوا اسرار، لانه عندهم اسرار. ما بدي ماما تطلع معي، ما بدي احكي لها، حتى اذا قعدت تنصحه اليوم هو بيحس انه عم تعطيه محاضره، لانه كثيره التانيب وكثيره التنبيه. فنحن بنخفف من التنبيه لانه المراهق بتضغطي، انت عم تحطي خفاني فوق خفاني هيك فوق بعض، فانت عم تكبسي عليه. فيا ريت نحن، انا شايفه الخطا، نحن بعمر اكيد شايفينه، بس هذا المراهق بده يعرفه لحاله. واكيد لما كنا بعمره ما كنا نرد، كان دائما عندنا نظره مختلفه. وهلا صديقتي صار النظره مختلفه اكثر فاكثر تماما. من وراء السوشيال ميديا، من وراء الاشياء اللي عم يتابعوها المراهقين. فنحن لازم نبتعد عن موضوع، حتى حكيتي بالنسبه للعقاب ما حكينا فيها، بالنسبه لموضوع العقاب لازم انا امنع اشياء مو اللي هو معتاده. يعني انا مثلا انا متعود اني انت كل يوم تجيبي لي بنبون، فانا عدتها، انا دقت طعمتها، فانا ما عندي مانع بقى تمنعيني عنها، بالعكس صار عندي شيء ثاني بدي ادور عليه. فنحن نخلي الشيء المحبب اكثر للطفل، اللي هو مثلا مشوار اطلع انا وياك فيه. دائما اطفال المراهقين بيدوروا على نطلع سوا، نروح لزياره. حتى البنوتات مثلا بتحبي تاخذيها لعند الكوافير تعملي لها شعراتها، لا مانع. هدول التفاصيل انت بتصاحبي بنتك، والمراهق الشاب كمان الاب ياخده. فهدول التفاصيل انا اوكي هي الجمعه انا ما رح اطلع معك، انا زعلانه منك. اكيد اليوم معلومات جدا مهمه ذكرتيها حضرتك، هيك ان شاء الله اليوم تستفاد منها كل الامهات ونقدر نرمم هذا السلوكيات العدوانيه اللي موجوده عند الاطفال. أكيد إن شاء شكرا الله. لحضرتك شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتيها، ويا رب الامهات تستفيد من المعلومات اللي قدمتيها. بقيه نهار حلو لك مثل ما بتتمني. شكرا كثير ويسعد صباحكم.